حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بجنازه ليصلي عليها فقال هل عليه من دين قالوا لا فصلى عليه ثم اتي بجنازه اخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال ابو قتاده علي دينه يا رسول الله فصلى عليه